بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي قناة الساحل الأعزاء. اليوم مستضيفين لكم رمز من رموز هذا البلد، شخصية بارزة كتبت اسمها في صفحات تاريخ البلد بحروف من ذهب، وواكبت الاستقلال وعزفت النشيد الوطني وعرفت أنا ذاك لبد الرحل الإذاعة اللي كنت كلها كان يقطع مسافة طويلة إياك يشتري رجو جهاز إذاعة يسمع به سيداتي والاب. هذا الرمز رمز، وهو في الحقيقة كنز حي الحمد لله في تراث البلد اللي هو ياك إن شاء الله يتم حي. استضفناه لكم اليوم وفيه قطع من المميزات اللي ينذكر بها وبها ينشكر، ألا هو سيداتي والاب. ولهنا نبدأ لكم مع هذا الحوار اللي قطعا لا شك يدرع شيق، ومن خلاله نختاروا مشاهدين الحلقة اللي والمعنيين بالأمر يعرفون هذا الشكل من الشخصيات أنه كنز بشري ويلوه الأهمية اللي يستحق. السلام عليكم ورحمة الله. سيداتي أنت شحالك ياك؟ لباس عليك ما شاء الله على رجعتك. يا الخير لباس الحمد لله. لباس عليكم الله الخير الحمد لله. مرحبا بكم سهلا ولا مرحبا مرحبا ياك لباس ما شاء الله. قلت لك سيداتي هذه قناة الساحل جايتك اليوم مهتم بموضوع هذا التراث ورموزه. نعم. ونختاروا نتعاونوا عليه كاملين ونعطوها أهميته اللي يالته تنعطاله. مشكورين. وبالنسبة في رؤيتنا احنا اعلنك انت قطعا تمثل التراث، لا شك انك تمثله، ونختاروك تتكلم للمشاهدين عن تراث ذا البلد، ولا شك انهم يعرفوا مدى اهميته. وظهر لي مولانا مولي على انه من خلال هذا البرنامج له يعود تحس المشاهدين كاملين بعلمكم رمز لذا الوطن وتمثلوا ذا التراث له، وانه قطعا يدوروا يعطوه الاهميه اللائقه. بالله على كل حال الاستاذ اللي عندكم لا تروحوا والله والله نختاروا نعرفوا يا سيداتي قصة خبيطكم للنشيد الوطني تلحين، وكانوا جاوكم الكلمات ولحنتوهم. جاوكم الكلمات ولحنتوهم. نعم كلمات نعم أعرفها من باب أول شخص دي يكون اللي هنا سرى كل مناكرة وكل ما حق اللي يرضى من كدائرة إلى آخره. ما أعرف نقول هي لا شك عني وعيط لك الساعة من در مزال في ممول الحكومة من در مزال و قالوا يعني عيطين لي عيطوا لي بشرطة جانب البادية أنا وجيتهم للواكشوط ولا قدرت في تدوية طائرة من اللي شوهم من در من جيت قالوا لي أنهم مشيني في مهم أخبار النشيد الوطني لاستقلال موريتانيا. قلت لهم عني والله إلا شاكر مع شكر، وهذا هو اللي نقول يعدل اللي متنقليه والحضور فيه نعم زين عندي توه ولا اللي بقاو نعدوهم حكم الحال جاو محلون فرنسا هو الممثل لا يقبل النشيد وينعتهم. وقالوا لي كانوا يقولوا لي يوم اللي قال لي وعدني الحمد لله عديت الدنيا الله اللي تعب. قالوا لي ذاك اليوم اللي قال لي مش عليه قياس مارش ميليتير لكنه مشيت على ذيك القضيه والله الحمد ما بطيت ارضع الفرنسي اللي قال لي دوم قنيت به قبضته. وعلى كل حال صلاح الحمد لله نبتو هذا اللي قالوا لي وهذا اللي عدلت أنا مني ونعرف عني ما هو واحد اللي عدل لذا كنت تقول قاعد فيها مربوط انه خلق مثلا على كل حال بيت اولا وعقب رئيس الجمهوريه كسائر مختار مشي الحاكم تجبش وليها أنه قيسني من بدري لأن أنا أتري عني صوتي ما قاعد ما صايب عني إذا أني ولي مو فرص
فقلت لهم انا حالف كنت ولا ما يشوا لي يميني تونعون ما انا حالف حاول السنادرة وقبلوني حكموني حطوني تو بنينا لهم بناي وتلاقينا لهم واللي احنا في البادية تلاقي كبيرة مناسبة اللي جاوا فيه وعدنا له ذاك اللي عنده الساعة الحالة ما هي مانع حتى اللي هي الحالة اللي معدل فيها التسجيل يعني بعد الحمد لله يصلح وعدل مدة تعرف عني زيش تعرف عني عدلت بالنسبة لي مهم الموريتاني مهم انه من العود ما هو عود لسه ما هو خالب ولا قطعت حد كذلك سيد محمد الله عبد العزيز جزاه الله خير ميتين عجبتني وذاك اللي قال له كامل يعدل عدلوني الله يجازيه بالاحسن وهذا عرفني عني انسان عدلتش عرفني عني انسان موريتاني طار حالي الاخلاق هو عجبتني وعدل لي يسوني عن ذاك اللي نبغي وعدلوا لي ملي لحالته اللي قلت له وعرفت انه معلومه موريتاني اللي انا من تم زاقلتني شيء مشوفتي لكن اللي يعود ما هو بلو الجيل انا بعد الله يلا الحمد لله يرضي الله يلا جزاه الله خير من دراية سيداتي ايوة مجيكم ذيك الساعة لندر لا يتعودوا بكم من سنة انا بكم من سنة هي ماني حصائر فتصمتوا فتصمت ايه ايش انا معنا انا راجل قاعد الحمد لله اجل مكاني الحمد لله وقولاني الحمد لله مكاني وولاد ترى يا سيداتي نعم شنو الكلمه اللي يتوجهوا هذا الادباء والفنانين اللي مكونين الحقل الثقافي موريتاني شنو هو النصائح اللي تقدروا تعطوهم في انهم يحافظوا على التراث به والمسلكيه الاخلاقيه اللي الله تعود عندهم انا بعد قبل كل شيء شاكركم انتم اللي فيتوا في الموضوع لأنه فاصل المدة تجي فيه ويخرص اللي قال فيه لأنكم أنتم أخبر في ذاك اللي الله يعدل فيه وأنا مزز فيه أكثر ياسر من مزز كنت وذلك عرفت أنه صد عليه وراجع عن الناس تعرف ذاك اللي صاد بيه على التراث وتعرف ذاك اللي الله أهلو ينعرف لهم شيء ياك رقبهم وهم دوروا ان شاء الله ونفناو وحنا انت مولا نقدو نزيدو فيه ونقدو نساعدو فيه نقدو نتكلمو فيه كلام مقابلش هاي سمعت ونعرف عنه يالتو ونطرح له الاخلاق ونعرف عنه شاكلكم وليتم اني جيتو ونطرحوا له الاخلاق جزاكم الله سيداتي شفت هذا التراث وذا الادب منبع هذا الادب والتراث البيضان منبع لقاعده من الاخلاق على مستوى رفيع والمحافظه عليه هي المحافظه على الاخلاق ياسر من الناس عنده نبذه عن مجتمع انا في حلقه ماضيه قلت ان الفنانين ما انهم يشكروا غير ما يعيبوا انهم العيب ما يعرفوه ما يعيبوا به اللي اخلاقهم رفيعه نختار من خلال هذا الملقى انا معاكم تعطوا توجيهات في قضيه التراث وقضيه الثقافه توجيهات للاجيال اللي عقبوكم انهم يحافظوا على ذيك المسلكيه الاخلاقيه اللي اصلا يا راجل يعني ذاك اللي يقول لهم موضوع سمعوه ان شاء الله يدور الاسئله كيف قلت انا وصلت إليه ما تنقال لي قاتل عدانا نعدلها قاعد وحدي لكن بعد وين جيتوني انتم فيها بعد شكركم انا اخترنا تطرح الاخلاق كيف تيانا تنطرح الاخلاق وكيف تياسر الناس اللي الادباء المسخة اللي يعطوا قيمه الموريتاني في اللي عندهم ويعطوها في الخارج لا يمشى حد في موريتاني كيف تجي يعدل في
حلقات الشعر، حلقات الشعر هذه اللي بعد نشر الخليج، ان نبين فيهم وكبرنا فيهم ونشعر فيهم اولادنا، هذا يعطينا قيمه كبيره. الله. وهذول الناس نختارهم على عضو تنطرح عليهم الاخلاق اكثر من الناس الاخرى. وانا هذا اذا عاد كنت عندي شيء هو الصوت، وهو القيمه، وهو المعنى معلوم به في الخارج ومعلوم به تفعلون ولي قيمة قيمة اللي قلت لك على المدرسة. الحمد لله الحمد لله عبد محمد والعبد العزيز وراجع ذاك اللي واسع الناس تعرف عنه مهم ما يعودش قال عليه عبد الله ما عندي عزت ولي تاني والله عزت عبد الله ذاك اللي مهم ذاك الله الحمد وانا شاكر له اعظم شكر وانا مكبرني وانا عرفني عني ولي تاني كبير وانا رجاش منه المثل المثل التراث برك جاتكم بخير اللي نعدتوا لي فيه انه وعلى كل حال شاكركم عليه عظم شكر وعلي ماشيك معاكم فيه في اللي تختاروا يعني من مساندة ومن ذاك اللي قال يعود مهم فيه طرح البالي وماشي فيه يسوى جيهل ومشي الشارع يقول لي في قيمة مولي تاني وفي قيمة فيها نفسي ما خاصة هذا ما عندنا مش بعض شكبر عدوهم قالنا أنا ولا عجبت لهم صرت معودوا مدى ويدخلوا جو ما هو ذاك جو اللي كانوا فيه من التحاس والحالة قلتوا لهم برغنا هو موجود عندي ما تروح سمعت وطلبت منهم اللي هذاك اللي مفيد وطلبت منهم اللي يساعدوا ولي تاني بذل اللي عندهم صيفة موثوقة صيفة معقولة يعني تختار ولي تاني تطرح لهم الأخلاق وتطرح لهم التراث الأخلاق كيف تلي قلتكم ضربك فرحت نمشيكم انتم هذا بالتلفزة والإذاعة جايين في أخبار التراث وشي طعية مهم فيه وأنا معاكم فيه نصح صعب أولا نصحكم انتم كم اللي شيتوا فيه زين عندي ويا الله تعودوا تزيدوا فيه ويا الله تعودوا إذا شيتوا الحد فيه داروا عاونكم يترقى لكم جبتي أنا مترقي لكم وياك اللي ساعدكم فيه جزاك الله خير اسمعكم وياك خبري معني أنا مع لا نقول للآخرين فتقلتوا لهم لا بخلتوا شو ما بخلتوا شيء وعدلت فيه عدلت فيه منظمات عدت فيه اللي قال لي تواسع وقلت فيه الغناء تكلمت فيه أسمعت الحمد لله إلا الحق بعد بلد يا سيدات يا عيد أبغى وعقبت مولي حاجة إني تكلمت مولي في ذاك قلت فيه ذاك كامل قلت مولي للمجتمع أنه كبرهم مولي وعرف أنه الله يواسيلهم يقول لي الله ما يعود الله لا الحق أنا لاحظت رواية ونختار نسوي لكم عنها الله لاحظت على أن اللي قال ودب البيضان الغنى هو والموسيقى مرتبطين ما يفتصلوا ما يفتصلوا به اللي كل بت من بتوت البيضان عنده مقام في الموسيقى وهذا هو اللي عدل على النرقاج إلى عاد واحد في خلوة وقال طلعة والله قال قاف وجابها الملحن تجبر ايقاعها الموسيقى هذا يزيدها هذا يزيد صحيح ولا الثانيه ما يذيك لاحظ روايه على ان هذا الشباب الصغير كامل لا هي ماشي عند التراث بيلتحقوا يخبط اورج عنده يخبط اورج ويخبط جيتار وتديني تلكي اللي ما هم وهي رمزنا نختاركم من خلال الحلقه جيتار جيتار قلت له لك انا هو اللي دخلها موريتان بعد مشيت للرجل ساعه واللي قال ما هي الاله جبتها دورها تدخل في موسيقى موريتان خبطتها انا هو الاول وخبطوا اخوك هاي سمعت هذه قضيه بعد قضيه انا اللي فت بها ولا شك عن الرئيس مختار وقال له شكرني بها انا بشكر نمشي بتها في ادخالها في الفن الموريتاني وقبضتها الناس كامله شافت بها عاد تخبطها
وزادته وزاد حق على ملي زادته وياتر ملي ثاني اللي هي الفنانين ملي ما باخلين شي عندهم لا لباس عليهم ما نحسب شهرهم يكون شي معظم غادي نختارهم وعودوا تطار مهمة ما تطلع لنا واحد تطلع الناس كاملة اللي عند الفن تطلع قيمة اللي عنده وذا اللي عنده هو اللي يلمري تاني ومن ما تعطيه هي قيمة ما عطيها واحد طالب كنتم أولا وطالب الدولة وطالب المجتمع تعرف عندنا الواحد ما هو شوق ما هو لا لا هو فن موريتان وهو اسمها وجاتهم بخير من اللي ما نمتلقى فيها كامل ما وصلوا تعب فارحين لي دخل هاي ورحبوا فيه ونعمدين نعطين لي عني كبير عنده وهي زين عنده هاي من درا كان لا ينسوا لكم عن قضية المدارس المدارس في التيدينيت من كلها عندها تميز تتميز به مدرستك كانت على سبيل المثال بالنسبه لك انت اللي دخلت انت اول جبت جيتار ودخلتها للموسيقى الموسيقى الوطنيه من درايه كانها جيتار كي تيدينيت يقدون يخبطوا فيها الجوانب الثلاثه والله كانها لا خاصه بجانب عن جانب كانها لا كيف تيدينيت لاني ما تيدينيت هو بحور وآلات وأسامي الأسامي لعقتهم قدامها يتحدي أخبطهم بالجيتار كل شهور تدني أخبطهم بالجيتار لكن هذه صوتها قوي قوم صوت تدني وعلى كل حال رواية خلطت عليها عادت منهم طبعت قيمة لا شك عادت معدت يا قاع ما تقول بعد الناس تركتوا تركت تدني يلي تدريت ما تقدر تنطرق تدريت رواية هي الأصل ولا يدار بين ما قلت الحمد لله مزار الشباب يحبطها مزار عنده إذا كان شاكر معلي ما ترصوها يحبط يعني يحبط جيتار ويحبط تدريت ويحبط تدريت ويحبط جيتار بلي هذا خارج الناس معناه أنها ما فرطت في التدريت ذاك زين عندي معقول عندي والشباب أنا لحقت به لحقت عليه قلت لحقت عليه قلت لحقت لي حتى منين منعت لك ثروك وانا خرصتهم قال لي متبارك معنا عبدالي ديوان الديوان داير فيه ذكر القضية الله الله اليوم كنت نعت هذا الراجل يكتب معي نعت رباطة اللي أخبار اللي جاي للفناني أعطيته لهم قلت لهم يقولون يلا يعدلوا يلا يواسوا يلا عندهم يعرفون وش اللي الزمن ذاك مشيئة مشيئة الأخبار الماضية عادت عليها الردم وهذا اللي هو يدخلوه بيها يدخلوه فيها ويطلعونه دخلات يعرفوا سرتهم واللي ترقي كل شيء هلكوا نزال يعرفوا طرابي شيء ما يتملى خارب في مسلته الأولى وعن يتاكلون اللي عليهم هاي بعد قط قلت لهم ياسر قلت لهم رغنا الدور هو عندي قلت لك نسجله هاي اسمعي وعلى كل حال ماني باخذيك الحال وانتو مدارك اكبر عندي مدلاء جيني اللي شاهدين في الموضوع اللي زين عندي لا حد يجي فيه ما هم عبد الولان مرواية وحد يقول مرواية زمينة في الوطن هذا بعد مشكوركم على ملاحظين ام اللي روايه ثانيه تخص بقضيه الادب شنو الادب الناس اليوم عاد تقول لا لبير ولبتيت اشكالوا وخارقين لبتوت اللي كانوا ينقالوا منهم تقادرين ومنهم تقسري كبد كبير وتكاشي الفلاق من لبير وتاطرات هذو الناس كي اللي الادباء مشاو عنهم الله عادوا ساكت ما يتواصل الله ما يتواصل ياك ما يتواصل يا غير يا كل وساه اللي بس تروح لخلي يقولوا هما ما يقدروا تم اللي عدروا لا واحد فيه مشاه تشجيع نشوف التشجيع فيه ويجبروا مدة تجمع جيم كيم جيك مليان هذا
قلت يلا تراك يجيك مليانة، قلت لي لأن ما يبتك تترك إنك فنان، تترك ذاك اللي قال له معلوم معلوم الفن، وذاك اللي يزيده ما له اللي هو اللي جايب كودي ونعطيكم عنه، هاي سمعته، تقول لي مالك عاملين كيف ذا اللي واحد انتم في نظرك يقول يعطيه قيمة، من تذكر انت ذكرى، يقول عنه يلا ما ينترك، طاحوا الناس الأخلى يشوفوا في التلفزة وتشوفوا بالإذاعة، معناها أنا طلعت لي الأخلى، معناها اللي كان ساهي عنها معناها اللي هجسها اللي كان يقولها وعنده زين عاد ولا يجبر حد معلوم فيها، الناس ما يمسوا لعنا التوتة كيف سوتك انت هذه اللي هي التوتة يا سلام، وهي التوتة يعطى معناها لا الموريتان البير يقعد ما عنده واحدة ثانية، المزار يقعد ما عنده واحدة ثانية، وياكل الاخر يقعد ما عنده واحدة ثانية، هذا من تقعد الاذاعة والتلفزة تقولي تملي خالق وتقول لا انا تعيا تقعد اقول واخبط انك كذا ولا المغني يقول نشفك كذا، هذا من اللي ساعد فيها هو عنده التلفزة فيها الناس اللي متبارك الله مع الغناء يعني ذاك عود بعد اللي عملت الشروع ذاك الراجل يفهم يتبارك معي كرامي جوي كل رجالة زين. مشاهدين الكرام ما تلان نكون نتواضع معاكم ما أنا لا ينطلع على الذاتي حتى من اللي على كل حال قبل نتبارك الله من وقته جزاه الله خيرا عنا إياك نوضحوا لكم الرؤية وإياك ملي المشاهدين يعطوا اهتمام يولوا اهتمام اللائق بهذا هذا التراث وذا الأدب لا يبقى أن نكون نشكر ضيف هذه الحلقة هو ضيف قطعا مميز يرتعد بالنسبة للموريتاني كامل وما يبقى أن نكون نتواضع معكم ونشكر ذاتي على هذا الملكة اللي أعطانا جزاه الله خيرا ولا هو وحده به اللي أعطاه الموريتاني اللي أكثر قطعا من ذا الملكة وراجعين له من عند مولانا الله طول العمر إن شاء الله شكرا تمون جوه وتمون الجابر وتمون ذاك المسؤول عن قدر من المساي اللي احنا فعلا فاصلين فيها اللعبات اللي دورها والله ما انا كنت ودعته انا مالي مرحب بك وشاكركم على اللي جيتوا فيه ويعطيني قيمة ويعطي قيمة للتراث الوطني وانا كل شيء كامل زين في الوطن قد يعاقبني اني نبغيه مع الراس الله يلحق موريتاني من عود فنها وعود معروف مش ما عرفنيش هاي سمعته وعلى كل حال شاكركم اعظم شكر على هذا التخمام اللي تخممتوا وعطوني جهوني وسبوني للسيره شاكركم على اعظم شكر وراجعكم التمول لاش ملاك تعلوها هاي سمعتوا وانا نساعدكم باللي درتوا عني فيها هاي سمعتوا والسلام عليكم